أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دعاء أمن. اللهم فرجنا بدخول القبر واختم لنا بالخير والظفر واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله أجمعين. اللهم فرجنا بدخول القبر واختم لنا بالخير والظفر واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله أجمعين.